معكم الدكتور علي رجب من Management of Derma Section بعيادة مريم الطبية. اليوم حابين نكون بجيرني مع كوانتا. كوانتا واحدة من أهم الشركات الموجودة بالعالم بمجال الليزر. نحن عنا بالعيادة بنتميز أنه نحن بنملك جهازين من كوانتا، كوانتا لإزالة الشعر وكوانتا لإزالة التاتو. كوانتا إزالة التاتو مثل ما معروف بالنسبة لكل الناس هو واحد من أهم الأجهزة الموجودة بالعالم يلي بيساعدنا أنه نحن نزيل التاتو أمان بشكل كتير كبير، بنفس الوقت فعالية كتير كبيرة بالنسبة لليزر إزالة الشعر. معروف عن كوانتا أنه الجهاز ألم جدا ضعيف، بل يكاد أنك أنت ما بتحس بالوجع أبدا، بلس لهذا الشيء الأفكت تبعه كتير عالي، والحلو فيه أنه هو مناسب لجميع البشرات.